يا صباح الهنا او يا مساء السعاده على عيونكم على حسب توقيت ما بتشوفوا الفيديو بتاعي. النهارده جايه لكم بحاجه جميله خالص. ايه ده؟ معقول هنعملها في البيت؟ طبعا انضف واحسن واضمن من المصانع اللي ما تعرفش ايه نوع اللحمه اللي معموله بيها، او اصلا اذا كانت معموله بلحمه ولا فراخ ولا نوع تالت، اعوذ بالله مجهول الهويه. انا عن نفسي استحاله في حياتي كلها ان انا اشتريه من بره. طيب ايه هو؟ النقانق. ايوه النقانق، اللي هو الهوت دوج او السوسيس. النهارده بقى انا عامله الهوت شيكن بطعم احلى وانضف واطعم والذ من بتاع المصانع كمان، ومضمون على الاقل باسهل طريقه وخطوات هتنبهروا بالنتيجه جدا فيها. وكمان هقول لكم على اطعم نوع جبنه تستعملوها واقوى مته رهيبه جدا وحليب 100%. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا ونشوف خطواتنا البسيطه. نص كيلو صدور فراخ، ويستحسن تكون صدور بلاش اوراق، اقطعها مربعات علشان تكون سهله معانا في الفرن زي ما انتم شايفين بالشكل ده. صحيح، لو اول مره تدخلوا عندي، انا نيفين محمد ودي قناتي وبيجي الفيسبوك نيفين محمد بالانجليزي. اتمنى تتابعوني وما تنسوش اللايك، اوعى تنسوا اللايك. هنكمل تقطيع الفراخ ونروح على كب او محاضره الطعام عشان نفرم الفراخ ونحط توابلنا الجميله، واللي هي معلقه صغيره من كل حاجه، بابريكا مدخنه او عاديه، بصل بودر، توم بودر، زنجبيل، فلفل اسود، ولو حابه فلفل ابيض حط عليه، ملح معلقه صغيره برضو مليانه، وثلاث معالق نشا كبار. ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك يا قمر انت وهي. ها نكمل مع بعض. هنزل عليها ببطين واغطي الكبه وافرم الخليط علشان هضيف لسه حاجه بسيطه خالص زي ما انتوا شايفين. تمام كده، تمام كده اتفرمت معانا وبقت زي الفل. انا غيرت الكبه وحطيتها في واحده اكبر عشان اعملها على مره واحده، وهننزل عليها بمعلقتين زيت وما نزوديش عن كده، وعليهم مكعبين مرق الدجاج، ويستحسن تكون بودر، وعليهم معلقه صغيره ممسوحه بيكنج بودر وما نزودش عن كده، وعليهم معلقه خل صغيره ونقطه لون طعام غذائي احمر بيعزز اللون. هفرم الخليط كله كويس واحطه في بوله وامسح وشها بزيت واغطي عليها بستريتش وحطها تتشمع في التلاجة مش أقل من ساعة، لكن عادي ممكن تزودي ساعتين ثلاثة، ممكن تبيتيها في التلاجة مفيش أي مشكلة. كده اتشمعت وبقت ممتازة. هاخدها وابدأ بالمعلقة المعيارية أو بولة الأيس كريم أو معلقة عادية، أخد المقاس بتاع القطعة علشان كله يطلع مقاس واحد معانا، وادهن المعلقة بزيت علشان الخليط ما يلزقش فيها ويطلع منها بسهولة زي ما انتوا شايفين كده. اعمل الكميه بتاعتي كلها الاول كور، وبعدين ابدا اشكلها بالسكينه وكيس التلاجه زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. خلصنا الكميه بتاعتنا تكوير كور صغننه زي ما انتم شايفين على حسب المقاس اللي انتم عايزينه طبعا. ودلوقتي اهم حاجه ادهن الكيس بالزيت، وادهن ايدي بالزيت، وكمان الصينيه اللي هسوي عليها بالزيت هي كمان. يلا يا قمر ما تنسيش اللايك انت وهي، يلا بسرعه نيجي نشكل بقى. هجيب قطعة وحطها على الكيس بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، واغطيها بالطرف التاني طبعا من الكيس، واغطيها بالطرف التاني من الكيس، واسحب بالسكينة هتطلع ممتازة نفس الشكل سوسيس او الهوت دوج بالظبط. وانتي طبعا اللي بتتحكمي في حجم القطعة حسب رغبتك. عاوزة اقولك ولادك هيبوسوا ايديكي على الوصفة دي وهيحبوكي اكتر واكتر. والله اطعم من برة كتير، وطبعا مضمونة وصحية وعارفة مكوناتها ايه. وبألف هنا على قلبك يا حبيبة قلب. مستنية ايه؟ يلا قومي بسرعة اعمليها لولادك وفرحيهم بيها. حاجة بسيطة ومش مستاهلة، بصدر فرخة هتعمليها اقل كمية موجودة هتعمليها بيها وتطلع معاكي ممتازة جدا. جربي في حاجة بسيطة، مش لازم تعملي كمية كبيرة، بس اعملي لولادك وفرحيهم بيها. يلا بينا على التسوية. انا عملته بطريقتين. الطريقة دي اللي هي الاول غليت مية في حلة تكون منسوب المية فيها اقل من 3/4 الحلة، والصينية بتاعتنا دي احطها عليها وما تخافيش خالص من تسوية صينية الالمونيوم. اهم حاجة دهنة الزيت واغطيها واواربها من جنب عشان تطلع بخار المية الزايد وتستوي صح. والطريقة التانية في التسوية اخدت ثلاث قطع ودهنت صينية صغيرة زيت وحطيتهم ودخلتها في الفرن مسبق التسخين على رف اوسط درجة حرارة 180 وسبتهم 10 دقايق بقوا تمام التمام. شوفي بقى انا دخلت الصينية دي، مش كانت بيضة قدامكم، دخلتها في الفرن في صهد الفرن 5 دقايق بقت عاملة ازاي، لونها بقى جميل هوت دوج والله العظيم ما تفرقيها عن الحقيقة. وبالعكس
طعمه أحلى وأحلى كمان، وكمان مضمون. عايز أقولك إنه هياخد تسوية من 10 دقايق ل15 دقيقة وهيطلع معاكي بالشكل ده، سواء شايفة ده اللي كان في الفرن وده اللي قدامكم، ده اللي أنا ماسكاه بصباعي، ده اللي كان على البخار. شايفين فرق ده من ده؟ هما الاتنين نفس الطعم، لكن يستحسن إنه يكون على بخار المي. وفي الآخر تقومي حطاها في الفرن، تاخد تشميعة بسيطة كده، اللون اللي احنا خدناه من بره ده في صهد الفرن، ما يكونش الفرن ولع ولا حاجة، يبقى متسخن بس وتحطيه في الفرن. شايفين التقطيع عاملة ازاي؟ ايه الجمال ده؟ بوريكو الصباع الطويل والصباع القصير. اعملي المقاس اللي تحبيه، ويلا مستنية ايه؟ قومي يلا بصدر الفخ اعمليه، وما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايديكي، هيطلع زي الفل. هنا انا حطيته في علبة صحية، وحطيت ما بين كل طبقة وطبقة كيس تلاجة زي ما انتوا شايفين كده، علشان لما تيجي تاخدي منها تكون معاكي مفرفرة كده وحلوة، مش ملزقة ببعضها، وهي ان شاء الله تطلع جميل. شايفين حاجة حلوة ومضمونة ونظيفة، بسم الله ما شاء الله. يلا بينا. اللي على اليمين دي هي اللي معمولة على البخار، شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين اهي، دي بقى اللي معمولة في الفرن، تحس انها كشة شوي. لا خليها هي، سويها على البخار وبعدين قوم حطها بقى في الفرن تاخد لها تشميعة، احلى طريقة ليها دي، تركاية من عندي شيف نيفين. يلا بقى قومي اعمليها وما تتأخريش. ها يلا هنعمل مع بعض الطبق البيض بالهوت شيكن. يا سلام، ولا افخر مطعم يعمله كده، وتحدي. يلا معانا 5 بيضات، وطبعا قطعت صابع النقانق حلقات ونزلت بيها على معلقة سمنة بلدي زي ما انتوا شايفين كده، وتاخد تشويحة انزل بالبيض، وانا بحب الزيتون عليه بيكون تحفة. حطيت الزيتون على البيض ونزلت بيه على النقانق، وعليه حلقات صغيرة من الفلفل الحار او البارد على حسب رغبتك طبعا، وعليهم رشة جبنة موتزاريلا، الله عليها. انا عايزة اقولك انا ما حطيتش اي توابل ولا اي ملح ولا اي حاجة خالص، وبسم الله ما شاء الله. ها ننزل عليها كمان بجبنة موتزاريلا الحريف، وغطي عليها ووطي النار، البيض هيستوي والجبنة هتسيح. يلا تعالوا بينا نتكلم شوية عن الجبنة دي. احلى جبنة انا جبتها، كنت بجيب نوع تاني قبل كده، لكن اول ما دقت الجبنة دي طعم بخيره كامل الدسم، اقسم بالله تحفة. حليب طبيعي 100% من موتزاريلا فريش، والله بأمانة أقوى مطة، وكمان طعم رهيب، مغذية ومفيدة جدا لأنها حليب كامل الدسم. لازم تجربوها، تدعوني والله، بالذات الحريف، الحريف من موتزاريلا فريش، بصراحة جمعت بين الطعم والمطة، ودي معادلة صعبة مش موجودة في أي جبنة في السوق. جربيها مش هتندمي، وتسلم إيديك مقدما، وبألف هنا على قلبك. شايفين المطة عاملة إزاي؟ اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. يا سلام دي لو حطها على بيتزا، يا سلام يا سلام، ولا في المخبوزات بتاعتك هتبقى معاكي تحفة تحفة. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك، شايفة المطة عاملة ازاي؟ لا لا لا، حاجة بصراحة كده تفتح النفس. بصراحة انا ما عندش هجيب غير الحريف من موتزاريلا فريش ده، والله ما هوش اعلان للجبنة ابدا، بس انا حبيت ان اقول لكم تجربتي مع الجبنة دي، زي ما قلت لكم على نوع تاني قبل كده، بس فرق شاسع والله خالص. وكمان عشان انتوا بتسألوني على انواع الحاجة اللي انا بستعملها، فجبنة الحريف من موتزاريلا فريش رهيبة. شايفين المطة؟ يعني عايزة اقول لكم حتى كمان في الساندويتش الفينو كانت عاملة ازاي، نازلة نازلة يعني، لا حاجة تحفة وجميلة. نرجع بقى للهوت شيكن والهوت دوج، لا 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 لا، طعم تحفة والله، جربوه هتندمي فعلا لو ما جربتهوش، وفرحت ولادك بيه على دخول المدارس، واعمله لهم سندوتشات وهم رايحين المدرسة، منه هيغذيهم ومنه كمان هيحفزهم ان هم ياكلوا سندوتشات وما يرجعوش بيها تاني. شايفة الجبنة؟ شايفين الجبنة مفرفطة ازاي؟ لا ومش ملزقة ببعضها ولا مكلكعة، لا بصراحة تحفة أمانة، جميلة جميلة جميلة، جربوها هتعجبكم. جربوا الوصفة النهاردة، وما تنسوش تدعولي دعوة حلوة من قلبكم. نصيحة لوجه الله، اوعي تجربي أي وصفة تحطي عليها دقيق وكمان بيض كتير وبهارات كتير ولا كمان جيلاتين، عشان دي سكة اللانشون رسمي، والطعم هيطلع مش المطلوب معاكي خالص في الهوت دوج. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وتجربوه يعجبكم إن شاء الله، وبنفس المقادير والطريقة، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.